آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اطلبوا من الله حسن الخاتمة يا جماعة، اطلبوا من الله حسن الخاتمة. والله يا ربنا يا أخواني سبحانه وتعالى أكبر كرامة بكرمك فيها بحسن خاتمتك يا الإنسان، لأن هذه دار ممر والآخر دار مقر. شو بقول لنا؟ خد من ممرك إلى مقرك. الدنيا دار لعب وله يا إخواني، لعب وله. والله راحلين عن هذه الدنيا، أسأل الله أن نرحل بالتقوى، نرحل بالإيمان، نرحل بالنور في قلوبنا يا الله، نرحل بينا وبينك حمار يا الله. هذه هي الحياة الدنيا يا إخواني، هذه آخرتها، هذه آخرتها. نيالي اللي بيقدم يا إخواني، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفرنا أجوركم، توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم بكرمك وبجودك وبرحمتك وعفك يا الله زحزحنا عن النار وادخلنا الجنة يا ذا الجلال والإكرام. كل من عليها فان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كل شيء هالك إلا وجهه. والله ونعم بوجهه يا إخواني، والله ونعم بهالباقي، والله ونعم بهالعظيم، والله ونعم بهالرزاق، والله ونعم بهالرب ربنا يا إخواني. غيره بلزمناش، غيره ما بلزمنا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. حبوا الله من قلوبكم على ما غداكم من النعم، حبوا الله من قلوبكم على ما أعطاكم من النعم، على ما أعطاكم من الخير. اللهم لك الحمد والشكر يا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأما بنعمة ربك فحدث وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والله الذي لا إله غيره يا إخواني، ولا عظيم غيره، ولا فعال غيره، ولا رزاق غيره، ولا حافظ غيره، ولا هادي غيره. والله المصيبة الكبرى يا إخواني، والله المصيبة الكبرى، لا مات مصيبة كبرى، ولا أخذ إيديك لا سمح الله مصيبة كبرى، ولا أخذ إجريك، ولا أخذ أولادك، ولا أخذ مالك، ولا أخذ مرتك، ولا أخذ أراضيك. والله المصيبة الكبرى يا إخواني، الإنسان يموت وهو بينه وبين الله خراب والعياذ بالله، يعني فيش عمار بينه وبين الله. والله هذه أكبر مصيبة يا إخواني، ما يصلح الإنسان مع الله. أكبر مصيبة يا إخواني للإنسان ما يخرج الظلم من قلبه، حاطط عظمة غير الله في قلبه، هذه أكبر مصيبة يا جماعة. والله لا بتهنى في صلاة، ولا بتهنى في قرآن، ولا بتهنى في ذكر، ولا بتهنى في دعاء. أكبر عقاب يا إخواني، أكبر عقاب الله يعاقب فيه الناس، والله ما هو يأخذ ابنه، والله ما هو يأخذ صحته، ولا يأخذ ماله، ولا يأخذ أراضيه، ولا يأخذ داره. أكبر عقاب يعاقبك إياه يا الإنسان يا رب، رب العالمين يعاقب عبده إنه ينزع النور من قلبه، يخرج عظمته من قلبه، ما يكون أنس بينه وبين الله. شو أكثر إشي الله بيعطي العباد؟ أحسن إشي بيعطيها العباد شي هي إنه علاقة مع الله، بحب الله، بحب الله، بيخشع في الصلاة، بيخشع في الصلاة. شو قال الرسول عليه السلام؟ أرحنا بها يا بلال. والشعب اليوم إلا من رحم الله، شو بقول يا إخواني؟ شو بقول؟ أرحنا بها. الصحابة شو كان يقول؟ أرحنا بها يا بلال. الرسول عليه السلام كان يقول. كيف يا إخواني يكون بيننا وبين الله أنس؟ هذا الخسران. والله ما هو خسران يا إخواني الدنيا واللي فيها، والله ما هو خسران إلا اللي خسر، إلا ما عنده جهد لتحصيل الإيمان، لتحصيل النور، لتحصيل لا إله إلا الله. لأن جنة المؤمن في الدنيا شيء، شهي جنة المؤمن. والله لا مال، والله لا أولاد، والله لا دور، والله لا ملايين. شو جنة الدنيا؟ شيء للمؤمن، شيء جنة الدنيا. جنة الدنيا تستأنس بالله، جنة الدنيا إذا أردت أن تكلم الله فصلي، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. قداش بتستلذ على الذكر؟ بتستلذ في القبر. قداش بتستلذ في الصلاة؟ بتستلذ في القبر. قداش في بينك وبين الله أنس؟ والله في قبرك، إلا غيري يكون الأنس في قبرك.
هذه يا اخواني هذه السعادة. شو هي الحياة الدنيا؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والاكرام، وهو مؤمن اجتهد على الايمان قبل الصلاة، اجتهد على الايمان قبل الحج، اجتهد على الايمان قبل قراءة القرآن، اجتهد على الايمان قبل الصيام، قبل الزكاة، قبل الحج، قبل كل شيء، اجتهد على تحصيل الايمان. بعدين يا اخواني من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم ارزق امة محمد الحياة الطيبة، اللهم ارزق امة محمد الحياة الطيبة، اللهم اعطي امة محمد الحياة الطيبة، اخرج الظلم من قلوبنا، اخرج عظمة ما دونك من قلوبنا، اخرج اثر ما دونك من قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا عامرة بلا اله الا الله. 13 سنة يا اخواني، 13 سنة عليه الصلاة والسلام، 13 سنة قبل الصلاة، قبل الزكاة، قبل الحج، قبل الصيام، قبل قراءة القرآن، 13 سنة ويغرس في قلوبهم النور، يغرس في قلوبهم حب الله، يغرس في قلوبهم حب النبي عليه السلام، قبل الصلاة، قبل العبادات يا جماعة، عشان العبادات تزبط، عشان العبادات يتلذذ بها، عشان العبادات يقبلها الله. الله قبل كل شيء الايمان، قبل كل شيء الايمان. يا اخواني كيف نجتهد على الايمان؟ كيف نتحصل على الايمان؟ كيف نجتهد لتحصيل النور في القلب حتى ترتاح في صلاتك يا عبد الله؟ كيف تحول على صلاة الفجر؟ كيف والله؟ كل واحد بيعرف حاله كيف، كل واحد بيعرف حاله كيف. كيف تقعد في حلقات التعليم يوم يوم؟ الصحابة شو كان يقول للتاني لصاحبه؟ اجلس نؤمن بالله ساعة، والرسول عليه الصلاة والسلام شو بقول؟ جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم. زي هذا ما بيعتق، وزي هذه ما بتعتق، وزي الأشياء ما بتعتق، والله الإيمان بيعتق. بده تجديد يا جماعة، غرفة النوم اتجددت، والدار اتجددت، والزوجة اتجددت، والأواعي اتجددوا، وكل شيء اتجدد، والتلفون اتجدد، والإيمان بدوش تجديد اللي فيه سعادتك يا عبد الله. والإيمان اللي بيخليه يضوي عليك أبرك بدوش تجديد، قال بصلي يا شيخ، قال حجيت يا شيخ، قال اعتمرت يا شيخ، والله ونعمة يا جماعة، والله ونعمة، لكن في شيء أهم، لكن في شيء أهم، وهو حب الله، وهو نور الله، وهو عظمة الله تدخل في قلبك، خليك تحس انك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، والله فيها لذة. انك تقرأ قرآن والله فيها لذة، انك ترفع إيديك والله فيها لذة. حل المشاكل يا جماعة، حل المشاكل، ركعتين مع دمعتين مع دعوتين الساعة تنتين، والله الله ينزل في النزول بالليل الأخير الذي يليق بجلاله. هل من مستغفر أغفر له؟ هل من مريض أشفيه؟ هل من فقير أعطيه؟ هل من مضغوط أليم ضغطه؟ وانت وين يا عبد الله الساعة تنتين؟ وانت وين الساعة ثلاثة؟ وانت وين الساعة أربعة؟ حتى لو حولت والله يا إخواني ركعتين والقلب مع الله خيرا من طول الليل قيام والقلب شاتت في الليرات، والقلب شاتت في التجارة، والقلب شاتت في المنشار، والقلب شاتت في المحجر. أول إشي اخلع لا إله، لأن الكاس المليانة بتقدرش تحط فيها إشي، بتقدر تحط فيها إشي الكاس المليانة يا حاج؟ شو بدها؟ شو بدها؟ لا إله إلا الله الرزاق، إلا الله القوي، إلا الله الفعال، إلا الله المعز المذل، إلا الله القوي، إلا الله المالك لهذا الكون، إلا الله المكون معك في القبر، إلا الله اللي بيوانسك في القبر، إلا الله اللي بيعديك عن الصراط كالبرق، إلا الله اللي بيرحمك
في يوم مقداره 50,000 سنة. كيف نؤمن من السبعة الذي يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله؟ اللهم اجعلها الوجوه الطيبة، واللي بدهم يشاهدونا كمان غير هدول ألفات، اللهم أخرج الظلمة من قلوبهم، اللهم أخرج عظمة ما دونك من قلوبهم، اللهم أخرج أثر ما دونك من قلوبهم. الله يجعلهم يخشعوا بين يديك، الله يجعلهم يحبوك حبا جما، يحب الرسول حبا جما، يحب القرآن حبا جما، يحب قيام الليل، يحب صلاة الفجر، يحب يترك الحرام، يحب الطاعات، يحب لا إله إلا الله. الله يجعل محبة لا إله إلا الله في قلوبنا يا رب. كما زميت أهل الدنيا وقلت عنهم يحبون المال حبا جما، الله يجعلنا نحب الدين حبا جما، نحب لا إله إلا الله حبا جما، نحب يا الله الدعوة حبا جما. اللهم لا تحرمنا من الدعوة، اللهم لا تحرمنا من الإيمان، اللهم لا تجعل فينا تارك للصلاة ولا تارك للدعوة ولا قاطع للرحم ولا عاقل والديه ولا ديوث لا يغار على عرضه ولا يعلم أهل الدين ولا مدمن خمر ولا مدمن دخان. يا ذا الجلال والإكرام، لا مدمن دخان. اللهم اغفر لحينا وميتنا.